Where did you get the news? In your living room? On a street corner? On the screen? On your doorstep? Or how about the news finds you? The new Haaretz app for iPad, brought to you in a friendly interface. بسم الله الرحمن الرحيم بفضل من الله وبعون منه قامت إحدى كتائب لواء البراء بالقبض على 48 من شبيحة إيران الذين كانوا موجودين في مدينة دمشق في مهمة استقطاع ميدانية للأوضاع في المدينة وأثناء التحقيق معهم تبين وجود أحد الضباط الإيرانيين العاملين في الحرس الثوري الإيراني وهذه الوثائق التي كانت موجودة بحوزة هذا الضابط. هذه هوية هذا الضابط العسكرية وهذه وثائق حمل السلاح الموجودة رخص حمل السلاح الموجودة التي كانت معه. وإننا نتوعد إيران ولكل العاملين والذين يقفون مع النظام لأن هذا النظام زائل لا محالة ونتوعد إيران بضرب كل الأهداف التي الموجودة في سوريا ومصير كل العاملين على